أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة ثالثة إعدادي خيار عربي، في هذا الفيديو سنتطرق إلى الجزء الثاني من درس الذرات والأيونات. إذن كما درسنا في الجزء الأول أن الذرة تتكون من نواة تدور حولها إلكترونات، وأن كل ذرة تتميز بالعدد الذري زد، وأن شحنة الإلكترونات هي ناقص زد أ، وشحنة النواة هي زائد زد أ. وتكلمنا أن الذرة أنها دائما متعادلة كهربائيا، إذا ناقص زد أ. يعني لماذا؟ لأن شحنة الإلكترونات إذا زدنا عليها شحنة النواة كتعطينا صفر، وهذا هي شحنة الذرة. إذا شحنة الذرة هي شحنة الإلكترونات زائد شحنة النواة تساوي صفر. إذا شحنة الذرة دائما منعدمة. إذا الذرة ستدخل في تبادلات مع ذرات أخرى من طبيعة الحال، مع تفاعلات. إذا الذرة هناك ذرات تفقد إلكترونات وهناك ذرات تكتسب إلكترونات. من طبيعة الحال النواة لن تتغير شحنتها، لأن العالم الخارجي للذرة سيقوم بتبادل مع فقط الإلكترونات الذرة. الذرة فقد تتعامل مع العالم الخارجي ديالها بالإلكترونات، بالسحابة الإلكترونية، أما النواة كتبقى هي. إذن أؤكد شحنته النواة لن تتغير. إذن أعطيكم أمثلة. مثلا لدينا ذرة الألمنيوم، هكذا ذرة الألمنيوم L، زد ديالها هو 13. إذن شحنة الإلكترونات هي ناقص 13 أ، هي من طبيعة الحال لدينا إلكترونات 13 إلكترون يدور حول النواة، شحنة النواة هي زائد 13 أ. إذن إلى جمعت الشحن إذا غلقة ناقص 13 أ زائد 13 أ، غلقة هي صفر. إذا أقول أن ذرة الألمنيوم بطبيعة الحال مثل الذرات فهي متعادلة كهربائيا، أو ما نسميها أنها محايدة، أو كما نقول في الفرنسي نوتر، محايدة كهربائيا من طبيعة الحال. إذا هذه الذرة من طبيعة الحال معروف عليهم، طبيعه الحال حنايا في الثالثه هنايا غتعرفوهم. حنا غنقول لكم انها تفقد 3 الكترونات، هكذا طبيعه الحال ذره الالومنيوم تفقد 3 الكترونات. اذا اشنو غيوقع لها في السحابه الالكترونيه؟ كانوا 13 الكترون، دابا مشاو 3 فقدات 3 الالكترونات، غيوليو 10 الالكترونات في السحابة، غتولي فيها 10 الإلكترونات. وشحال هي شحنة كل إلكترون؟ كتعرفوا هو ناقص أ، ناقص أ ناقص أ 10 المرات، راهي ناقص 10 أ. إذا الشحنة ديال الإلكترونات ديال إذن السحابة الإلكترونية غتولي فيها 10 الإلكترونات، إذا شحنتها ناقص 10 أ. النواة قلت لكم ما كتغيرش، إذا غتبقى زائد 13 أ. وحسبوا لي دابا، إذا هنا الذرة نسميها بأنها أيون، عندما تفقد أو تكتسب أي ذرة إلكترون أو أكثر فإنها نقول لها أيون. ولكن لاحظوا معي الآن، غنجمع لها الأيون الشحن. إذا شحنة الإلكترونات هي ناقص 10 أ، نزيد عليها زائد 13 أ. إذا من طبيعة الحال كتعرفوا كلكم زائد 13 أ ناقص 10 أ راهي زائد 3 أ. إذا هاد زائد 3 أ راه مغايرة لهاد الصفر. إن هنا الذرة متعادلة كهربائيا، الأيون ليس متعادل كهربائيا. لماذا؟ هناك شحن. شو كيعني ليا هاد زائد 3 أ؟ يعني الشحن الموجبة ولا تكتر ليا من الشحن السالبة. شحنة النواة هناك فائض في الشحن الموجبة على الشحن السالبة. إذا أشنو كنجي كنقول رمز الأيون؟ انتبهوا معايا مزيان، رمز الأيون غنكتب أل وكندير ثلاثة زائد، يعني راه هناك فائض للشحن الموجبة، ثلاثة ديال لا ديفيرونس اونتخ لي شارج نيجاتيف و شارج بوزيتيف. فوالا، هذا هو رمز
أيون الألمنيوم؟ أقول له أنه ملي كتلقاو بلوس أنه أيون موجب ياك معروف، ونسميه بكاتيون هكذا. هذا الكاتيون أوكي، إذا هذا ما نسميه بالكاتيون. الآن سأمر لكم إلى ذرة، إذا هاد Al3 بلس راه فقدان للإلكترونات حتى أصبحت شحن النواة أكثر من شحن الإلكترونات، بذلك سيصبح أيون موجب Al3 بلس. الآن غنعطيكم إكزومبل عكس هاد الإكزومبل. بطبيعة الحال الألمنيوم معروف عليه، ماشي كنعطيوها رقم هكذا زاد تساوي 13، وأيضا سيفقد إن شاء الله في السنوات المقبلة، تعرفوا علاش كيفقد. إذا نمشيو مثلا عندنا الكلور، الكلور تا هو معروف ب 17 إلكترون يعني زاد، إذا بلا ما نحسبهم كتعرفوا، إذا كنقول لكم أن هناك 17 إلكترون، إذا زاد ديال الكلور هي 17، إذا نحط هنايا الكلور. إذا شحنة الإلكترونات هي ناقص 17 أو. اللي بغي يسول لي علاش، لأن كل إلكترون فيه ناقص أو ناقص أو، شحنة كل إلكترون ناقص أو ناقص أو، 17 إلكترون، إذا ناقص 17 أو هي شحنة، والنواة جي مغمض عينيك وحط زائد 17 أو. أوكي، إذا شحنة هاد الذرة يعني ذرة الكلور، الشحنة ديالها رمزها بكي، شحنة إلكترونات الكلور هي شحنة النواة زائد 17 أو زائد شحنة الإلكترونات، وهذو عددين متقابلين يساويان يعني الصفر، دائما شحن ذرة منعدمة. إذا هنا أشنو غيوقع ليها؟ ذرة الكلور ستكتسب إلكترونا بطبيعة الحال واحد. إذا ملي كتكتسب شنو وقع ليها؟ إذا السحابة دائما النواة كتبقى هي لوليداتها، كندير لكم هذا باش ما تنساوش، زائد 17 أو. الإلكترونات راها اكتسبت إلكترون، إذا ولات عندها 18 الإلكترون بدل هذيك 17، 18 الإلكترون، إذا شحنة الإلكترونات تولي ناقص 18 أو. إذا هنا زيادة في الإلكترونات، زيادة في الشحن الشحن ديال الالكترونات، الشحن السالبه وهي الاكثر ليا. اذا هنا شحنه هذا الايون غتجمع هادو زائد 17 او زائد ناقص 18 او، طبيعه الحال هنا هي ناقص 1 او، اما نسميه بناقص او. اذا هنا اريد رمز الكلور، ايون الكلور او ما نسميه بالكلوريخ، الكلورور، الكلورور او فرونسي سي كلوريخ. اذا سي ال سي ماجيسكول ال مينيسكول، وكنديروا رمز شحال عندي من شحنه سالبه، وحده، اذا كنديرها هنا هكذا، اذا الوليدات هكذا، اذا هذا هو رمز الكلور. اذا اقول ان الكلور او ذره الكلور تفقد الكترونا واحدا مكونه ايون سالب، اذا هذا ايون سالب، هذا الايون سالب نسميه انيون. اذا الانيونات هي ناتجه عن ذرات اكتسبت الكترونا او اكثر. الكاتيونات هي ذرات فقدت الكترون او اكثر. اذا الوليدات شدوا هذا الشيء مزيان من طبيعه الحال ندوزل. اذا هكذا، اذا لدينا هذه الامثله من طبيعه الحال، ملي كتشوفوا هذا الايون ناتج عن ذره واحده الكلور، الكلور كنسميه ايون احادي الذره، اذا هذا الكلور والالومنيوم فهي ايونات احاديه الذره لانها نتجت من نوع واحد من الذرات من الكلور. اوكي، لان غنتكلموا على متعدد الذرات ونفرق بيناتهم. اذا من طبيعه الحال لدي امثله هنا للكلور، الكلور، صوديوم، الصوديوم، الصوديوم هو Na بلس، إذا شحنته، نعطيكم هذا المثال ديال الكلور، إذا Na بلس شحنته من طبيعة الحال هي 11، إذا زد تساوي 11، شحنة الإلكترون هي ناقص 11 أو، شحنة النواة هي زائد 11 أو، شحنة الذرة هي تساوي صفر، إذا هنا
ستفقد إلكترون واحد. ملي كتفقد إلكترون واحد يعني ما بقاوش 11، يوليو 10 و10، إذن هي ناقص 10 أه شحنة الإلكترون. شحنة النواة كتبقى دائما هي هي، لجمعنا غنلقاو زائد أه وكنديرها هنا الفوق، إذن هي شحنة موجبة. جي حطها أسفل بطبيعة الحال، باردون، أعلى اليمين، وهذا هو أيون الصوديوم، ما نسميه أيون الصوديوم. إذن الوليدات هكذا. إذن الوليدات سأنتقل إلى أيونات أخرى، أيونات متعددة الذرة تكون على هذا الشكل نجدها. مثلا كنلقاو هذه الذرة، هذه الأيونات نسميها بالأيونات متعددة الذرة، مثلا SO4 دو موان. إذا الوليدات هي S، هي السفخ بطبيعة الحال، ما كنطرق من هنا يعني ذرة واحدة. عندنا الأكسجين هنا، عندي أربعة الذرة ديال الأكسجين، ولدي شحنة الأيون، وهذه ليست شحنة الأكسجين، شحنة ديال الأيون. هذا كله ديال الأيون، لا تنتمي لا لي أو، لا تنسب لا لي أو ولا لي أو لا لي أس، يعني لا للكبريت ولا للأكسجين. دونك أو دونك دو موان، إذا شحنة، إذا فهو أيون سالب، يعني أنيون ولكن متعدد الذرات. إذا فهمها، عقلوا لي هذا متعدد الذرات. نفس الشيء بين هنا الأوكسونيوم، إذا فهو أش تخوا بليس، ما عندكمش مشكل تحفظوا هذا ولاش من بعد إن شاء الله. إذا أش تخوا أو بليس فهي متكونة، شوفوا أو ماجيسكيل أش ماجيسكيل. إذا عندنا جوج الأنواع من الذرات، بطبيعة الحال لدينا ثلاث ذرات هيدروجين وذرات أكسجين، ولكن شحنة الأيون هي بليس. إذا هنا حتى لا أطيل عليكم، فتسمى بأيونات متعددة الذرة. غير هذا سالب، يعني أيون سالب أنيون، وده أيون موجب كاتيون. أوكي، إذا متعددة الذرة. إذا الوليدات هنا، يلا نتابعوا معايا هنايا، نشوفوا ندير واحد الريكاب في هذا الشيء تطبيق. إذا الآن لدي الهيدروجين، شوفوا معايا، تكلمنا على زيت تساوي واحد، رمز الأيون. إذا رمز الأيون، إذا هنايا تلقنا وليدات بسرعة، لدي الهيدروجين أ العدد الذري، رمز الأيون من طبيعة الحال مغاش نعرف من هنايا. إذا من طبيعة الحال سأكتب أش، ولكن نشوف هنا واش بليس ولا موان. إذا لدي فإن شحنة الأيون هي زائد أو، إذا ناخذ هذا الزائد ونوضعها هكذا. إذا هذا رمز الأيون. إذا فقدان أو اكتساب، فهناك فقدان إلكترون واحد. بالنسبة لشحنة الأيون بالكولوم، شحنة الأيون هذا غنضربها في 1.6، إذا معروفة 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، لأن أه تساوي من طبيعة الحال معروفة عندنا هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم بالنسبة للشحنة الابتدائية. إذا هنا الشحنة الابتدائية، أمر إلى Na، يعني Na بلس. نفس الشيء، فهناك فقدان إلكترون، فقدان إلكترون واحد من طبيعة الحال، إذا شحنته من طبيعة الحال هاد بلس راهي زائد هنا، ولكن نضرب في أ زائد أ. الشحنة الابتدائية، الشحنة بالأيون راهي زائد 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، هنا زائد ولا ما نكتبهاش، المهم راه موجب. بالنسبة للألمنيوم 13، فقد 3 إلكترونات، إذا مباشرة فقد 3 إلكترونات، مباشرة ممكن نعرفها هي زائد 3 بلس أل 3 بلس، إذن أل 3 بلس فقدان 3 إلكترونات، إذن شحنته هي زائد 3 أ. من طبيعة الحال كناخد 3 مضروبة في 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. بطبيعة الحال كتحسب هادو، حسبهم، حسب العدد هي 4.8 في 10 أس ناقص 19. نقول لك أنا الطريقة باش نقد. إذا 8 الأكسجين 8 زائد تساوي 8، اكتساب إلكترونين. إذا اكتساب إلكترونين يعني زادوه جوج الإلكترونات، إذا الشحنة غتزاد ليه جوج أودوم موان. إذا هنا ناقص 2 أو، من طبيعة الحال غدير ناقص 2 مضروبة في 1.6 في 10 أس ناقص 19، هاد أو عوضها ب 1.6 وعندك ناقص 2 هي ناقص 2، وكتحسب إذا ناقص 3.2 وتحسبها في 10 أس. بالنسبة للكلور درناها في الأمثلة، ناقص إذا هنا بطبيعة الحال اكتساب إلكترون واحد،
ده ملي كيكتسب الكترون واحد طبيعة الحال راه ناقص او، ده ناقص او يا ناقص 1.6 × 10⁻⁹. ده نتمنى ان هادشي يكون واضح. اذا سي او سي اي زائد او يعني هنايا فقد الكترونين، اذا شحن الموجب اكثر، اذا هنا فقدان الكترونين. الوليدات هنا نفهم اكثر، فقد الكترونين مطابق الحال هي سي او دو بلس. هي كناخذ جوج دو بلس يعني جوج شحن موجبه، هي دو بلس. هنا شحنه سالبه، هنا جوج شحن سالبه، هنا مطابق الحال كلشي هنايا عندك. اذا زائد بطبيعة الحال كتاخد جوج، هي زائد جوج في 1.6 × 10⁻⁹. لان عندنا في الدرس اوكي شحال كتساوي زيدان يعني زانك 30. شنو بان ليا هنا؟ عطيني بلوس ودار ليا 3.2. اذا 3.2 × 10⁻⁸. برضو هنايا 3.2 × 10⁻⁹. إذا 3.2، إذا هنا كتقسم على بطبيعة الحال هادو كناخد 3.2 × 10⁻⁹ كولوم كنقسمها على 1.6، 1.6 × 10⁻½. إذا هنا شحال غنلقى؟ بطبيعة الحال هذا راه هو وعدد الشحان هما 2. إذا زائد 2 زائد 2 في أ، إذا غنلقى هنا زائد 2. بطبيعة الحال هذا هو لو نومبر اللي تيكون حدا أ. أوكي، إذا زائد 2 أ. لماذا؟ لأن هذا راه بطبيعة الحال هاد الكتابة هادي، لأن عندك هنايا بطبيعة الحال هنا راه عندنا ما هو العدد الذي أضربه في بحال هاد السؤال، ما هو العدد الذي أضربه في 1.6 × 10⁻⁹ اللي يعطيني 3.2. إذن هو جوج، إذن هنا زائد 2، إذن هنا فقدان، إذن زيد إن دو بلوس، هيا زيدان، إذن هنا فقدت إلكترونين، زيد إن دو بلوس، هنا فقدان إلكترونين. إذن وليدات فقدان راه عندك راه غيكونو لو بلوس، هنا اكتساب راه لي موان. إذن أعزائي التلاميذ شوية طولت هاد الفيديو، إذن أتمنى أن تكون أن أكون قد فسرت لكم ما يمكن توضيحه وتفسيره. إذن أعزائي لا تنسون من الدعاء، دمتم سالمين وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. لا تنسون من الدعاء ومشاركة الفيديو لأصدقائكم إن أعجبكم، طبيعة إن أعجبكم، ودمتم سالمين والسلام عليكم.